بالتالي مطرح وناس متخصصين صح يكونوا عم بيرافقوا الاولاد، هيدي شغله فكره يعني مية حلوه. بالمية كريستال، انت من اهل البيت يعني رح أكيد. تضلك معي هلا، رح خلينا أوكي ناخذ لانه معنا مدام جريتا فاضي، أوكي نائبه رئيس مؤسسه ريا شدياء. صباح الخير مدام جريتا. صباح الخير، يعطيكي الف عافيه. وانتو بخير؟ ميرسي، خلينا من هيك حرف مزياره صح؟ من مزيارة من مزيارة تحديدا. وقاعدين مظبوط. خلينا نعرف أكثر عن مؤسسة ريا شدياء لو سمحتي. صراحة هي مؤسسة بلشت بعد ما بتعرفوا قصة ريا شدياء، ريا فرانسوا شدياء بوفاتها. بعد وفاتها طلبت 3 أشياء اجت بظهور، معنى حلم حقيقة واقع ما بعرف، وطلبت 3 أشياء، وهال3 أشياء عم نجرب نحققهم. يعني تقريبا صرنا بال70% منهم، اللي هن أول وحدة إنه مساعدة البنات المقلون صوت، نعم. وتاني شيء بناء كنيسة أو مزار لماريا جوريتي اللي نحن ما كنا نعرف أبدا قصة حياتها، وتعرفنا عليها من خلال ريا، وهالمزار بلشنا فيه، ويمكن إسا كم شهر بيخلص وبيكون المزار أو كنيسة لماريا جوريتي بالشرق. نعم. وتالت شغلة طلعت تقديس الشبيبة والمسبحة الحب الإلهي، وهذا اللي صار هلأ، إنه هي طلبتها تكون قلوب زهرية. وبالفعل بعد وحي إجتنا إجت الصلاة اللي والمسبحة اللي هي المشيئة الإلهية والحب الإلهي، وهالمسبحة بتتصلى كل نهار خميس على ريا وردي وشمع، على ريا، على ماريز هارت وعلى الروزاري اون. وصار اسمه ريا، يعني روزاري اون، يلي هي عاملة شبيبة تصلي من أجل الوردية، من أجل الأولاد يلي بيصلوا، يعني صاروا الأولاد والشباب يحملوا المسبحة ويصلوا هالمسابح معنا، وهي هيك بدها يعني إجمالا. هلا نحن هيدي الصلاة بتشوفوها كل نهار خميس الساعة 8، نحن عملناها من شي 6 أشهر تقريبا، قعدناها مدام سوزي الحاج بمعاونة وعملتها، وهلا عم تتصلى، نعم وكل الشباب عم تتقدس ورا هالمسابح اللي عم بيصلوها. نعم هلا أكيد هذا نحن الشيء تم ريا بمباركة راعي الأبرشية. أكيد مباركة كان المطران أبو جودي، جورج أبو جودي، ونحن ماشي اللي طلب طلبتهم، يلي هن هال3 شغلات اللي كانوا كثير مهمين لها ولإحنا صاروا بالنسبه لإلنا. تقديس الشبيبه، الشبيبه البتصادية، اخذنا الكلمه والانجيل ونفذنا اللي هي بدها اياه حسب تطلب، يعني حلمها هيك اجى انه هيك بتطلب منه. سو هلا هل في بالنسبه مرشد روحي عم للصبايا بيرافقكم اللي مدام جريتا؟ ايه نعم، باري ماريو ماضي، نحن هو نعم، المرشد نوجه له تحية أكيد أبونا الجمعية، ماريو. نحن على نعم طول معنا اكيد، ونحن كمان لانه عن جد جهود جبارة، وخادم رعية مزيارة الاب يوسف فضول يلي كلمين مواكبنا بالتسعية يلي بدها تبلش ب 26 حزيران وبتخلص، سوري، رح نبلش ب 27 حزيران وبتخلص ب 6، اللي هو تموز. بيكون عيد ماريا جوريتي. نعم. مدام جريتا، شو أعمالكم يعني عمليا، أنشطتكم على الأرض؟ هل عندكم أنشطة اجتماعية موازية يعني، هل مساعدة أكيد سيدات أكيد هلأ فتيات؟ نعم نحن أكيد نحن هلأ بلشنا أول شيء بمناسبة عيد الميلاد، معرض الميلاد، يعني كل الصيادات يلي عندهم حرف يدوية، نحن من يوم اللي يعني صرنا 3 سنين هلأ تقريبا عم نشارك في هذا المعرض بكل ما أوتينا من قوة معنوية ومادية. بيجيك اللي هو عيد الكبير، جبنا الاولاد والشباب الصبايا وعملوا مثل قصص حرفيه، ترافو براتيك، يعني رسم، وعملوا قصص،
كمان هيدي أخذوا عليها جوائز، أحلى رسمة شغل وأحلى ترافو براتيك، يعني قصص صنعوها بإيدهم. وهلأ بإذن الله يعني بس تخلص الكنيسة بيصير عنا مقر، وهالمقر عاملين حسابنا يكون لكل هالقصص اللي البنات اللي بحبوا يعملوها أو بحبوا يتعلموها. رح نجيب ناس تعلمهم هالقصص اللي بحبوها، يلي بحب رسم بنعلمه رسم، اللي بحب كانفا بنعلمه الكانفا، لأنه هي ريا كمان كانت تشتغل أشياء بإيدها وتعمل معرض وتبيعهم، والمصاري تبعولهم تبقى توزعهم للفقراء من حلو قبل. حلو. سو نحن ما حبينا نغير هالأمور اللي هي كانت تعملها، يعني وهي الله يقويكم لازم بهيدي التنمية اللي عم تشتغلوا فيها وبهيدا التمكين لكل الصبايا والسيدات، يمكن هيدي شغلة كتير أساسية، وإن شاء الله كلنا بنكون على درب القداسة وبنكون جنود فعالين آمين آمين بهالحياة يلي هي بتتطلب كل المحبة وكل الاحترام، وبتتطلب ناس فعلا يوقفوا حد بعضهم حتى نقطع هالأزمات، لأنه يمكن هيك بنكون قديسين هالعصر. شكرا مدام جريتا فاضي، نائبة رئيس مؤسسة ريا شدياق، شكرا لحضورك معنا، ونحن دايما جاهزين. نتشكر اهتمامكم. إن شاء الله منضل نتواصل، دايما مش أكيد، ضروري بالتي في، بس نحن بإيدنا بإيدكم ونوصل دايما لمحل اللي لازم. دايما نحن بوابنا مفتوحة لكل الناس الله لحتى نكون عم يعطيكم. نتواصل معهم. شكرا مدام جريتا ميرسي فاضي، شكرا، أهلا وسهلا فيك. كريستال تنتابع نحن وياك، كانوا